العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين الحديدين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد بيكون في نفس الوقت بيتشوه. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. الأستاذ فنان اتولد في طنطا 4/2/1936 كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وإحنا بنحتفل بيوبيل الكنيسة 50 ما فيش على لساننا غير كل الشكر ربنا على كل عطاياه اللي ادهلنا خلال 50 سنة اللي فاتت. بيحكي لنا الكتاب المقدس في سفر التكوين عن يعقوب. حضرتك عارفين يعقوب من الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بيحكي لنا كده أنه كان ماشي من مدينة لمدينة وجاء على اخر النهار تعب فجاب حجر وحطه سند راسه عليه ونام. وهو نايم شاف رؤية، شاف سلم من الارض للسماء، وشاف ربنا واقف على السلم من فوق، وشاف الملائكة طالعين نازلين على السلم. استيقظ يعقوب من نومه وقعد يقول لنفسه حقا ما ارهب هذا المكان، ان الله في هذا المكان وانا لم اعلم. ما أقرب هذا المكان ما هذا إلا بيت الله والله موجود. فإحنا في 50 سنة اللي جايين عايزين نخلي الفكرة دي قدام عينينا على طول. عايزين نفتكر دايما إن الكنيسة دي هي السلم اللي بياخدنا من هنا يطلعنا لحد السماء. عايزين نفتكر كده وإحنا بنفكر في أي خدمة، وإحنا بنفكر في كل المراكز اللي بتقدم خدمات لشعب الكنيسة. عايزين نفكر كده، يا ترى هل أنا بوصل الناس فعلا خطوة على السلم اللي طالع للسماء؟ الخادم اللي بيحضر درسه، يا ترى اللي هو بيقدمه ده هيتطلع ولاده على السلم اللي طالع للسماء؟ الخادم اللي بيخدم في مركز من مراكز الكنيسة زي مثلا الكانتين أو زي أي خدمة تانية، يا ترى اللي أنا بقدمه هيوصل الناس لملكوت السماء؟ عايزين الفكرة دي تبقى قدام عينينا على طول، لأن ربنا واقف على السلم من فوق مستني ولاده، وده دورنا. ففي 50 سنة اللي جايين عايزين يبقى دايما ده شعارنا، الكنيسة دي سلم السماء. ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله، ما هذا إلا بيت الله. فيدخل الواحد مننا كده بكل خشوع إلى بيته، يقف كده قدام ربنا يقول له رب أنا جاي أرجوك يا رب شدني سلم واحد أو درجة واحدة إلى السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد أمين. بيحميني في بحر الغربة عديني.
ترشدني يا روح وحياة. Dal Duomo di Milano volevo dire alla mia chiesa, Mister Codesini il Gamila, tantissimi auguri, mi manchi tanto e ci vediamo presto. Es ist ein ganz besonderer Tag für unsere Kirche. Zu diesem Jubiläum gratulieren wir ganz herzlich.